اهلا بيكم. طبعا احنا اللايف ده طبعا عايزين نتكلم على المعلومات المغلوطه اللي ليها علاقه بالفيزر والجي بلازما. احنا طبعا وضحنا كتير جدا الفيزر بيشتغل ازاي والجي بلازما بيشتغلوا ازاي. الفيزر ده جهاز امريكي، جهاز بيعتمد على الموجات الصوتيه اللي بتفتت الدهون وبتشد الجلد، بس في نسب اللي احنا وضحناها قبل كده اللي تعتبر اقل من 50%. وقسمنا قبل كده الترهلات اللي بتبقى موجوده في الجلد، ممكن تبقى ترهلات بسيطه، متوسطه، شديده. الدرجات اللي بتستفيد من الفيزر هي الدرجات البسيطه والمتوسطه. طبعا التفاوت في الـ في الـ في الـ في النتائج ده بيختلف حسب طبيعه الجلد، السن، الالتئام بعد العملية، لأن طبعا كل واحد الجلد فيه مختلف عن التاني، وبالتالي مش شدة الجلد بتختلف من واحد للتاني. لكن الالترا ساوند اللي بتطلع بنستفيد منها ان احنا بنقدر نعمل بنفضي الدهون، نعمل بنساوي المنطقة ونعمل لها نحت، عشان كده كلمة نحت طلعت مقترنة بالوسائل المساعدة للشفط. زمان كان الشفط بالطريقة اليدوية، الجراح لازم يدخل بايده يقعد يكسر كل الدهون اللي موجوده في المنطقه. لو منطقه سهله الموضوع بيبقى بسيط، ممكن ياخد له نص ساعه. لكن لو احنا بنتكلم على كذا منطقه، منطقه الصدر مع بطن مع جناب مع ممكن ظهر او افخاد، صعب جدا نحصل على الدقه والنتيجه الفعاله من ان الجراح قاعد يكسر الدهون بايده. عشان كده طلعت الوسائل المساعده اللي منها الباور اسيستد، الليزر، الالترا ساوند اللي هي الفيزر اللي احنا بنتكلم عليه. ده فادنا في ايه؟ فادنا ان الانبوبه بتاعت الفيزر اللي بتدخل، اللي احنا شفناها في فيديوهات كتير جوه العمليه، الموجات الصوتيه اللي بتنتشر دي بتقدر ان هي توفر الوقت والمجهود على الجراح، وبالتالي الفوكس او تركيز الجراح هنا عشان يقدر ينحت المنطقه ويبرز الاماكن الصعبه زي العضلات، التنايات، الكيرفز. والتساوي ده مهم جدا، ان لازم يكون اليمين زي الشمال، ما يكونش فيه اماكن عاليه واماكن واطيه، ودي اللي كانت المشكله اللي بتحصل مع الشفط العادي. فالفيزر هنا فادنا ان هو خلى الجراح يركز ان هو يعمل سيمتريه، يبقى زي ما قلنا لازم يكون لو بيعمل دراعين يبقى لازم الدراعين زي بعض، البطن في الجنبين، الجنب اليمين زي الشمال، الافخاد هنا. ده الفايده الحقيقيه للفيزر في تكسير الدهون، ان احنا نقدر نعمل حاجه هوموجينس متجانسه. طب ايه موضوع الشد؟ زي ما قلنا الموجات الصوتيه دي بتحفز الكولاجين والالاستين الموجود في الجلد، من ان الالترا ساوند طبعا بينتج عنها حراره معينه بتعمل شد للجلد. الحراره دي اقل بكتير من الليزر، عشان كده قلنا ان الفيزر امن بكتير من الليزر، لان الليزر شعاع ضوئي حراري بينتج عنه درجه عاليه من الحراره، فممكن لا قدر الله لو حد مش متمرس ما عندوش خبره يعمل حرق ليه الجلد. حتى الفيزر تطور التقنيات اللي فيه. سمعنا عن حاجه اسمها ال 4 دي او الرباعي الابعاد، ده مش لكل الناس، قلنا ده للرياضيين اللي هو عنده جسمه معقول لكن هو رياضي بيلعب، لكن مش قادر يبان تقسيمه العضلات عنده، فنقدر ان احنا ننحت المناطق اللي فيها العضله كويسه عشان يبان التقسيمات الرياضية الكويسة للعضلات. لكن مش أي حد بيعمل نحت للجسم يقدر يوصل للفور دي immediately مباشرة بعد العملية، إلا لو هيعمل الفيزر وبعد كده يكمل بالرياضة. لكن اللي بيلعب رياضة ومش عارف يحصل على نتيجة، هنا الفيزر بيبقى مفيد ليه إن هو يحصل على نتيجة مباشرة بعد العملية. طيب الفيزر، نرجع تاني، الفيزر وقلنا كتير قبل كده مش الحل السحري لكل الترهلات. احنا ما مش بنستخدم الفيزر لترويج تجاري، لان في ناس طبعا للاسف بتقول كلمه فيزر عشان توهم الناس ان هو خلاص ده بديل الجراحه. لا، احنا قلنا الكلام ده، نخلي بالنا الفيزر بيخلي نتيجه الشفط افضل بكتير، النحت هنا بيبقى درجه اعلى، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يشد لنا الجلد في الدرجات الايه؟ البسيطه والمتوسطه اللي هي رفلي اقل من 50%.
طب الدرجات الاعلى من كده اللي هي بعد عمليات التكميم وعمليات الولاده، طبعا الولاده المتكرره اللي فيها ترهل شديد، هنا لازم الشد الجراحي اللي هو قص الجلد. طبعا سمعنا من بعض المراكز ان هو الفيزر مش مفيد تماما. هل يعقل ان جهاز امريكي عليه ابحاث واخد الاف دي ابروفل ومتجرب على مستوى العالم كله، مش بس امريكا، امريكا ويوروب واسيا والخليج والشرق الاوسط، كل العالم دلوقتي بتتكلم على ان هو ده فرق كتير جدا في نتائج نحت الجسم وشفط الدهون. لكن في ناس بتسيء استخدامه، زي ما قلنا بتستخدمه كنوع من انواع الترويج الدعائي وهو ما عندوش الجهاز. دي مشكلته الشخصيه ان هو مش امين في كلامه مع الناس، هو بيقول فيزر وخلاص وما عندوش الجهاز، وبالتالي ده مش صح. طب افرض حد بيهاجم الفيزر او يقول ان الفيزر ده ما بيجيبش اي نتيجه. جالنا حالات جات لنا بتقول ان هي راحت لفلان و و و وقالوا له لا ما تعملش فيزر، الفيزر ده ما بيجيبش اي نتيجه. ممكن يكون هو ما عندوش الجهاز فعلا. ما هو مش معقوله ان حد يكون جرب الجهاز اللي اوريدي زي ما قلنا جهاز معتمد، اوريدي كل الورك شوب العالميه والدورات بتتكلم على الفيزر، يبقى الجهاز ملوش لازمه. ده صعب جدا. والكلام ده مش كلامنا، كلام الابحاث العلميه، كلام اعلى ناس على مستوى العالم بتقول هذا الكلام، ونتائجنا كمان وخبرتنا السنوات اللي فاتت اثبتت ذلك. في ناس سالتنا على موضوع الحرق اللي ممكن يحصل في الجلد. طبعا دي حاجه غير مقبوله. يعني ايه؟ يعني لو احنا قلنا ان في اجهزه زي الليزر بينتج عنها حراره ممكن تعمل حرق، محتاجه حد يكون متمرس وعنده خبره واكسبيرينس في هذه القصه. طيب الفيزر بيعمل حرق؟ الكلام ده مش صح، الا لو حد طبعا مش فاهم يعني ايه فيزر، او ما خدش الدوره او التدريب بتاعته، ما عندوش خبره فيه، ممكن يسيء استخدامه زي اي حاجه في الدنيا. احنا عندنا اجهزه كتيره جدا في الطب لو اسيء استخدامها هتعمل مشاكل، فاحنا برضو مش بنتكلم على دولت. هندخلكم جوه الموضوع اكتر. طب الموجات الصوتيه دي عشان تعمل شد للجلد، هل الكلام ده في اخر العمليه؟ لا، احنا كنا زمان بيتقال ان هو الفيزر في اخر العمليه بنستخدمه عشان يشد الجلد. لا، دلوقتي عشان هي موجات صوتيه وبتتنقل في وسط مائي، لان طبعا كلنا عارفين الموجات الصوتيه اللي هي الالترا ساوند بتعتمد على ان لازم يكون في وسط مائي، فاحنا في اول العمليه بنحقن التيوميسنت او سوائل. السوائل دي وظيفتها ان هي تسهل حركه الفيزر وفي نفس الوقت بتنقل الموجات الصوتيه. الخطوه دي احنا بنعمل فيها حاجتين، ان احنا بنشتغل بعمق في المنطقه المتوسطه والمنطقه العميقه عشان ندوب الدهون، وكمان بنطلع في المنطقه السطحيه بمنتهى الامان، عشان دي الخطوه اللي بيكون لسه السوائل محقونه، وبالتالي حتى لو حصل حراره من الموجات الصوتيه عمرها ما هتضر الجلد. يبقى زمان الريكومنديشن توصيات في استخدام الفيزر كانت في اخر العمليه، دلوقتي لا، قال لك عشان يبقى امن اكتر بنستخدم على مستوى الدهون والجلد في اول العمليه، ضامنين في وجود السوائل ان الفيزر بيشتغل على الجلد وعلى الدهون وبالتالي من غير ما يضر. اللي بيعمل غير كده يبقى لسه هو مش فاهم او لسه مش مواكب لاحدث حاجه في الفيزر. طيب زي ما قلنا السلكشن مهمه جدا للحالات، مش ما نجيش لحاله شديده ونقول لا الفيزر بيشد الترهلات. ده طبعا حد بيبيع الوهم، ده مش صح. لا، بمنتهى الامانه لازم نعمل من البدايه شد للترهلات عشان الفيزر مش هيجيب لنا نتيجه. ويا ما قلنا كده، يا ما رفضنا حالات جايه بس عشان تعمل فيزر ورفض ان هي تعمل جراحه. طب افرض في حاله زي قبل الجواز او حاله متزوجه وزوجها جاي معاها وقول لي يا دكتور انا مش عايز جرح. طب انا لو عملت الفيزر وهي عندها ترهلات هيجيب نتيجه قد ايه؟ انا بقول رفلي كده من 10 لـ20% وممكن توصل لـ30%. في حالات بتوافق؟ في حالات بتوافق. يا دكتور انا موافق التحسن ده حتى قصاد ان انا ما بيكونش فيه جرح. ده معنى كده ان هو اتضحك عليه؟ ما اتضحكش عليه، هو عارف كويس قوي ان هو هيشيل الدهون وهياخد نسبه التحسن في الترهلات اللي موجوده اللي محتاجه جراحه، نسبة بسيطة 10 20 او 30%، ولكن دي حالات استثنائية او خاصة. الوضوح هنا بيبقى بيدي نسبة رضاء كاملة للحالات دي، تقول يا دكتور انا عارفة من البداية ان نسبة التحسن مش هتكون كبيرة بس احنا مش عايزين جرح. فبالتالي الفيزر هنا بيكون مفيد لبعض الحالات الاستثنائية
اللي بتكون زي ما قلنا قبل جواز، او هي متجوزه وجاي معاها زوجها وهم رافضين وجود جراحه، او هي في ولادات ولسه ما قررتش ان هي في الولاده الاخيره بس عايزه تعمل نوع من انواع التحسين، عشان هي مقرره بقى ان شاء الله بعد اخر ولاده تعمل مره واحده عمليه التامي تاك او شد البطن. يبقى هنا الفيزر مفيد، ما نجيش نقول بقى ايه لا يا شد جراحه يا فيزر يا ما تعمليش اي حاجه خالص. لكن نوضح نسبه التحسن هتكون قد ايه، اللي احنا دايما بنقول في الحالات الشديده لا تتعدى 20% وفي بعض الاحيان توصل ل 30% حسب طبيعه الجلد. ايه موضوع الجي بلازما؟ الجي بلازما هنا جه عشان يحسن نتيجه الفيزر. الجي بلازما هو الشد الايوني بالمناسبه، يعني سمعنا في بعض الحاجات الشد الايوني وسمعنا في بعض الحاجات الجي بلازما، هما الاثنين واحد، لان ترجمه الجي بلازما هو الشد الايوني. ده جهاز تاني امريكي برضو واخد الاف دي ابروفل. بالمناسبه شركه الفيزر بتريكومند الجي بلازما بعدها، وشركه الجي بلازما بتريكومند الفيزر قبلها. فالاثنين عشان طالعين من مؤسسات علميه في امريكا واخدين موافقه الاف دي اي، فهم بالابحاث لما عملوا الابحاث على المرضى اكتشفوا ان احسن نتيجه ان احنا نستخدم الفيزر والجي بلازما مع بعض. وكل الورك شوب دلوقتي بتريكومند الاثنين استخدامهم عشان تعلي نسبه الشد. الجي بلازما بقى هنا اللي نقدر نستخدمه في اخر العمليه، قدر ان هو يعوض لنا النتيجه اللي كان الفيزر ما بيقدرش يوصلها لنا بالجي بلازما. فالجي بلازما هنا بنستخدمه في اخر العمليه بمنتهى الامان على الجلد، قرب الجلد في الطبقه السطحيه من الجلد، من غير ما يحصل اي اضرار ولا الكلام معلش سوري اللي يضحك اللي هو ممكن تعمل حرق. طبعا الكلام ده مش صح، لو حصل حاجه زي كده يبقى اكيد احنا بنشتغل غلط، ما نعرفش الجهاز ده بيشتغل ازاي، ما خدناش وركشوب او تدريب عليه. وفي نفس الوقت انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، الحرق في الطب مش معنى كده جبنا نار او جبنا حاجه سخنه حطيناها على الجلد. الحرق ممكن يحصل نتيجه ان الجلد ضعيف، الاوعيه الدمويه بتاعه المنطقه دي ضعيفه، وانا عشان ما عندناش خبره ف لبسنا كرسي ضيق اللي هو المشد، فالمشد ضغط على الجلد اكتر فقلل الدم اللي واصل للجلد، وبالتالي بعد العمليه بكذا يوم يحصل مشاكل في الجلد، بتبقى شكل الحرق ان هو المنطقه فعلا بيحصل لها نوع من انواع قصور في الدوره الدمويه، وبعد كده بيحصل للاسف مشاكل وده مش مقبول. او في بعض الحالات ان هي محدش بينبههم ان المفروض نعمل حاجه اسمها مساج، والمساج ده بيعتمد على مساج للليمفاتكس او الاوعيه الليمفاويه اللي هي اوريدي بتشيل التورم من هذه المنطقه. فاحنا دلوقتي بنقدر نستعين باجهزه وبالمساج اليدوي اللي احنا بنعمله وبندربه لكل حالاتنا، وبنعمل تضييق للكرسي تدريجيا، يعني بنبدا بالكرسي ما يكونش ضاغط، وبعد كده كل ما التورم بيقل بنقدر نضغط تدريجيا على المنطقه عشان نسمح للدم ان هو يوصل كويس، وبالتالي الجلد ما يتضرش او يحصل اي مشكله. وفي نفس الوقت لو احنا بنشفط منطقه زي الظهر اللي احنا بننام عليها باستمرار، لازم نتفادى النومه على الظهر اللي هي بتبقى بتضغط على الجلد وبالتالي ممكن للاسف تضر الجلد. فالحرق، كلمه حرق دي مش مرتبطه دايما بخطا. ممكن يحصل خطا زي ما احنا قلنا، حد مش فاهم الجهاز، حد بيشتغل بيه غلط، حد عمل ضرر مش مقبول، ولكن ممكن يكون فيما بعد العمليه تعليمات واجراءات ما عملناهاش. عملنا العمليه وسبنا البيشنت او المريض، ما عملناش المساج، لبسناه كرسي ضيق، سبناه ينام على المنطقه فيضغط عليها فيحصل حاجه زي التقرحات اللي هي مش مطلوب ان هي تحصل. وفي كمان حاجه مهمه جدا، في ناس مدخنين، في ناس بتشرب كحوليات، وبالتالي دولت بيكون عندهم قصور اكتر في الاوعيه الدمويه، دول لازم قبل العمليه ناخد بالنا ان يبطلوا التدخين بفتره كويسه قبل العمليه. دايما بنقول فتره اسبوعين على الاقل، وبنستعين ببعض الادويه اللي بتزود الدوره الدمويه. لكن موضوع العيان ينزل من الطياره نعمله العملية تاني يوم وما ناخدش بالنا من القصص دي، ده ممكن يعمل ضرر بالجلد. يبقى ما نخافش دايما ونسمع
حد يخوفنا ويقول حرق 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 يبقى ده الفيزر خالص. في 80% من المشاكل ممكن تحصل مش من الاستخدام السيء للفيزر، من حاجات تانية خالص احنا ما خدناش بالنا منها قبل او بعد العملية. عشان كده بطمنكم وبقول لكم ما نخافش ابدا من اي حاجة بتقول معلومات مغلوطة عن الفيزر والجي بلازما. دي اجهزة عدت مرحلة اقول ايه اللغط فيها او ان يكون فيها اي شائعات، لان هي معتمدة واخدة الابروفل زي ما قلنا وتعمل عليها ابحاث ومتجرمة بقالها سنين، ومش بس مننا، من كل العالم ومن اكبر اسامي على مستوى العالم. ولكن يبقى دايما ان مش معنى وجود الاجهزة ان هي بتلغي مهارة الجراح. الجراح خبرته ومهارته دي في المقام الاول، لان هو اللي بيقيم مين الحالة المناسب ليها الجهاز. زي ما قلنا الحالة الصحية، التدخين، الكحول، والادوية اللي ممكن ليها علاقة بالسيولة، الكورتيزون قبل العملية، الناس اللي لا قدر الله مرت بفترة جلطات جالهم سواء في الرجل او في اماكن في جسمهم ولم يقيموا كويس وبعدين دخلوا على عملية على طول استسهالا، ده خطأ دكتور. ما ينفعش ان الدكتور يبص العملية على ان هي تتعمل في عيادة او تخدير موضعي وما يقيمش كل ده. وزي ما بقول دايما ما بعد العملية 50% من نتيجة العملية. يعني العملية خلاص قيمناها وكشفنا كويس وحللنا وشفنا مين الحالة المناسب ليها وعرفنا قد ايه هنحصل على النتيجة المناسبة وعملنا العملية بمنتهى الامان، تبدأ النص التاني ما بعد العملية في حاجات كتير قوي، في الكورسيه، التدليك، المساج، الأدوية، المتابعة، كل ده بيحدد برضو النتيجة النهائية للعملية. والمربع الأخير اللي للأسف أنا بزعل كتير جدا إن هما بتقالش دلوقتي، إن لازم نلتزم بالرياضة ولازم نغير نظامنا الغذائي، عشان برضو من ضمن بقى المعلومات المغلوطة اللي احنا بقينا نسمعها إن شفط الدهون بيشيل خلايا الدهونية فالدهون ما بترجعش تاني. لا، الدهون ممكن ترجع تاني سواء في نفس الاماكن او اماكن تانية، وده علميا ان احنا قلنا ان الدهون هتقل عدد لكن ممكن تزيد حجما وتعوض العدد اللي اتشال منها، او ان الخلايا الجذعية اللي موجودة وسط الدهون تتحول لدهون. وشوفنا كتير حالات ما التزمتش رجع لها الدهون تاني في نفس الاماكن، فاضطر ان هو يعيد العملية او يعمل عملية فيما بعد، ولما التزم بعد المرة التانية عارف ان ده هو ده الفرق، هو ده المعيار، ان هو مش العملية بيعملها عشان ما ياكل براحته وبعد كده ما يزيدش، لا هو بيوصل بيصفر العداد تاني، بيبدأ من نقطة انطلاق جديدة عشان يبدأ لايف ستايل جديد سواء في الاكل او الرياضة. حبيت ان انا في الفيديو ده اوضح لكم كل المفاهيم المغلوطة اللي بتتقال اللي ساعات بتخلي الناس متلخبطة. واحنا دايما على طول ده واجبنا ان احنا نوضح، ودايما برضو هنفضل نوضح ونفضل نعيد ونزيد في كل المعلومات لحد ما نتأكد ان الكل فاهم والكل عارف. وانتم ما شاء الله عليكم دلوقتي ما ينفعش يضحك عليكم، الناس بقت على درجة عالية جدا من الفهم والوعي، ما حدش بيقدر خلاص يضحك عليها، وبقت الناس فعلا بأقل شرح فعلا بيوصل لها المعلومة بشكل ممتاز وشكل واضح جدا. بشكركم ودايما اشوفكم على خير، الى اللقاء. بص فينش يبقى كده قفل صح؟